أنا إياد، أنت شو عم تعمل هون؟ اشتقت لك. إياد، أنت شربان شي؟ لا، لازم أكون مش بوعي لحتى اشتاق لك مثلا؟ مش لحتى تشتاق لي، لحتى تعترف أنك مشتاق لي. رح تخليني واقف على الباب كتير ولا رح تشحطيني مثل آخر مرة؟ تفضل. في أعرف شو سبب هالزيارة المفاجئة؟ أنت. أنا؟ إيه أنت؟ أنت الوحيدة اللي بتعرفي كيف تخليني أرجع لعندك. إياد، أنا ليه ما عم بقدر صدق؟ طلعي بعيوني، شو عم تشوفي؟ اياد، انت واعي؟ انا لمار. انا ما بدي الا لمار، حرمنا كل شيء لنكون مع بعض. شو قصدك؟ ما بدي الليلة تكون ليلة عادية، بدي افرح معك وفيكي، بدي اضل اشرب للصبح. يعني ما رح تفل؟ ليش انا بعد فيي فل؟ بدي اشرب نخ بالليلة، بدي اشربك كيسك بايدي. رح اجيب الكيسات. كذب علي؟ كنت عم بتمثل علي لتوصل لهون؟ بعد عن الباب وطلع من بيتي. رح فل من هون، ما بعرف شو مخبيه جوا. طلع من بيتي احسن ما يجيب الشرطه يشحطوك من هون. مش لصالحك تجي الشرطه، احسن ما يعرفوا شو مخبيه عندك. وهلا من بعد ما اكتشفت شو هو سري، صار فيك تطلع من بيتي وما بقى تفرجيني صورة وشك؟ اطلع لبرا، اطلع لبرا. طالع طالع. ما بدي ارجع سامي.
مستعدة حتى إيدي بإيد الشيطان بس تأخذ حق من يلي ظلموني. كل اللي عملتيه ما ظلمتي غير حالك. فوتي. إجا لعندي امبارحة بالليل. إياد؟ أنا كمان استغربت. إجا وقال لي إنه اشتاق لي. حسيته صادق. عيونه كانوا عم بيحكوا. للحظة خليني ارجع اعيش الحلم وفكر انه عن جد رجالي، انه الحرب اللي بيناتنا خلصت ورح نرجع نعيش بسلام سوا. ايه، قام شو طلع؟ شو بده يطلع يعني؟ طلع كذاب. اجت هيكفي تمثيل ايده علي. ما بيكفي اللي عمله فيني؟ اجت ويقضي علي على الاخر. طيب ليش برايك؟ ليش اجى لعندك؟ تيوصل على اوضة الكراكيب. هاي الاوضة يلي فكرنا فيها فارة. ما بعرف شو كان شاكك اني مخبية فيها. عرفتها. أنا كمان كنت شاكة وما بعرف شو مخباية فيها، بقى شو طلع معه؟ إيه، طمني، فتحها ووصل. إيه؟ شو إيه مايا؟ حتى أنت كمان شاكة؟ شو ناطرين يعني تلاقوا فيها للأوضة؟ كان فيها كراتين وكراكيب، قام حمل حاله فل من بعد ما كسر لي قلبي. ليكي لمار، انتي رفيقتي وانا بحبك وما عندي رفيقه تانية غيرك، وما بيهون علي زعلك وعذابك، بس كل هاد اللي انتي فيه فيكي تنهيه بلحظه. طيب اوكي، تركي تيم. انتي ليش بتغلطي الحابل بالنابل؟ تيم جوزي. ما كان جوزك لما قررتي ما تتركي، بس انا اياد كمان بحسه جوزي، وقصتي بتشبه قصتك. انا كمان ما قدرت اشوفه عم بيروح عند بنت تانية مثلك انت. كل القصة انه انا ما كان عندي الجرأة اني اهرب معه مثل ما انت عملتي. تماما، مشان هيك لا تقلبي الحقاية، لانك انت اللي تركتي لإياد وقررتي تتجوزي واحد تاني غيره، مو هو اللي تركك. وليك وين؟ طلقت صار فيني ارجع له. شو الشغلة لعبة؟ تعا روح خلص، اللي صار صار. عقارب الساعة بتمشي لقدام ما بترجع لورا. بس انا فيني رجع، صدقيني فيني رجع. يا بنتي انت هيك رح تضلك موجوعة. انت ما بتعرفي قد ايه انا هلا موجوعة. لمار، صرت قلت لك هالحكي 100 مرة، ما في حل غير انك تبلشي من اول وجديد. لك عيشي حياتك، خلي الناس يشوفوكي صح. لمار، الناس عم تهرب وتبعد عنك. والله ما عم بقدر. عمري كله معلق فيه. اذا ما بكون معه يا بقتله يا بقتل حالي. عم تفهمي علي؟ انا والله فهماني عليكي، بس شكلك انت اللي ما بتفهمي علي. يعني ما رح ترجع تشتغلي معي؟ انا اعذريني، معلش لمار، خليني بعدي. بس انا ما لي حدا غيرك. انا وين بدي اروح يعني؟ ما انا جنبك، بس تعتازيني بتلاقيني. حاسه حالي عم بخسر كل شيء شوي شوي. فيكي تخسري كل شيء وكل العالم، بس اوعك تخسري حالك. انت كمان رح احضر ولادتك صح؟ اكيد. انتبه على حالك.